جديدة من جريس كلينيك احنا بنحاول كل مرة نتناول موضوع يكون بيهمكم وموضوع يكون عندكم اسئلة فيه والنهاردة يشرفني يكون معايا دكتور يوسف بشاي اهلا بيك يا دكتور احنا النهاردة حابين نتكلم في مشكلة فيش حد تقريبا ما اشتكاش منها وهو ألم البطن Uh, which is دي حاجه يعني ليها اسباب كتيره قوي فعايزين النهارده هنكون بنتناول uh, الاسباب المختلفه ليها uh, طبعا حضرتك uh, بيجوا لك في العياده <applause> بيقول لك بطني وجعاني <applause> ودي بقى يعني uh, شكوى فيج <applause> ما تبقى يعني صعب انه العيان من نفسه يعرف هي طبعًا. سببها ايه uh, فلو حبينا نبتدي باشهر حاجه <applause> كله بيشتكي منها وهو الام فم المعده او الام المعده لو هنبتدي من فوق لتحت في البطن <ممم> <مم> تقول لنا ايه حضرتك على الام المعده اولا اهلا وسهلا بحضرتك وانا سعيد خالص ان اكون معاكم مره تاني وسعيد لهيئه جريس ان هي بتستضيفنا النهارده علشان نتكلم على الام البطن <مم> زي ما حضرتك قلتي الام البطن ما فيش حد ما فيش في وقت من الاوقات او في وقت من الشهر بيكون عنده مشكله في الالم فهنبتدي بالام المعده يعني الام المعده ممكن تكون الام موجوده في الجزء العلوي من البطن اوكي في الميدل او في الناحيه الشمال اوكي يعني في النص بالظبط او في الناحيه الشمال من الابر بارت يعني احنا بنقسم البطن عامه لتسع اجزاء اوكي اللي احنا بنقول عليها الحته اللي في النص يعني لو احنا تخيلنا ان في تسع مربعات في البطن والحوض okay. اللي في النص بالظبط upper part okay. اللي هي الابيجاستريك ريجنز او الحته بتاعت الاستمك دي فيها الاستمك وناحيه رايحه ناحيه الشمال فالالام المعده بتبقى ايذر إيه في الناحيه في النص او في الناحيه الشمال <applause> يمكن اسباب المعده ان هي تعمل لي الم اسباب كثيره خالص اوكي يمكن دي محتاجين ان احنا ناخذ فيها يمكن خمس ست سبع حلقات على الاقل لكن احنا نحاول بقدر الامكان نقسمهم لحاجات اللي هي فيري common أوكي. اللي هي شائعه الانتشار اوكي يعني ارتجاع المريء مثلا تقلصات المريء تقلصات المعده التهاب في جدار المعده والقرحه المعويه اوكي يعني دي الحاجات اللي هي ممكن انا افكر فيها كطبيب والإنسان بيفكر فيها والحاجات اللي احنا ممكن نقابلها كتير في العيادة يبقى أي ألم في ناحية المعدة أو في الناحية الشمال ببتدي أسأل العيان إيه نوع الألم ده بيجيلك إمتى هل ليه علاقة بالأكل ولا ما علاقة بالأكل وفي نفس الوقت هسأله كم سؤال للحاجات المسببة لالام المعده، اوكي؟ okay. يعني بتاخد ادويه ولا ما بتاخدش ادويه؟ لان احنا عارفين ان في بعض الادويه بتعمل الام في المعده، اوكي؟ okay. زي الناس اللي بياخدوا ادويه الصداع، اوكي؟ okay. اللي هو الايبوبروفين والموترن والنابروكسينز واللي احنا بنسميهم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اوكي؟ اللي بنأخدهم للالم وللصداع، بتاخذهم كتير ولا لا؟ اوكي؟ okay. دول بيعملوا قرح في المعده وبيعملوا مشاكل في المعده. هل يا ترى عندك اضطرابات نفسيه؟ اوكي احنا بنقول ان المشاكل النفسيه بتؤدي لحاجه اسمها ستريس اولسر اوكي اب تو ستريس اولسر تعمل ارتجاع للمريء يعني تعمل قرحه في المعده نتيجه الاضطرابات النفسيه بتدخن ولا مش بتدخن اوكي لان السموكينج بيزود مشاكل المعده بتشرب اي الكحول الكحوليات لان الكحول بتعمل مشاكل في المعده اوكي الحاجه طبعا في مشكله في في المعده بتبقى نتيجه الالتهابات نتيجه بكتيريا معينه احنا بنسميها الاتش بايلوري او البكتيريا الحلزونيه فبسال كل الاسئله دي علشان نعرف بالظبط هو ايه السبب اللي هو مسبب اللي هو له الالم في المعده بتاعته ومن خلالها نقدر نشوف ايه الفحوصات اللي احنا نعملها ومن خلالها نقدر ننصح العيان ايه بالظبط اللي احنا ممكن نعملها لالام المعده اللي هو عنده وطبعا دي اكتر حاجه مشهوره الحموضه والم الم المعده ده تقريبا ناس كتير قوي بتشتكي منه بس بيبقى فيه كمان الم شويه بيلخبطنا او مشابه ليه لانه قريب قوي منه وهو الم المراره تمام. ايه اللي بيميزه تمام فاحنا بنقول المراره في هي في الناحيه الابر والناحيه اليمين يبقى تحت الكبد على طول لكن بما ان المراره المراره وظيفتها تخزين العصاره الصفراويه يعني العصاره الصفراويه بتتفرز من الكبد بتتخزن في المراره بتتخزن ليه لما اي حد ياكل حت اي اكل دهني المراره تروح تنقبض عشان العصارة الصفراوية تروح تنزل في المعدة علشان تقدر تهضم الأكل الدهني يبقى ألام المرارة عامة بتحصل بعد أكلة دهنية يقول أنا رحت مطعم وأكلت حتة كباب أوكي؟ حاجة تقيلة ومن ساعتها مش قادر أهضم وعندي ألم شديد خالص غير ما لم ده ألام المرارة العادية ما لم أن يكون في حصوات في المرارة لأن حصوات المرارة تؤدي إلى المغص المراري اللي احنا بنقول عليه اللي هو الالم كرامبس كوليك فالمغص المراري يجيني مغص فبعد ما اكل اكله دهنيه يقول انا عندي مغص شديد خالص حصل في الناحيه اليمين في بطني في الابر بارت ابتدى يحصل وقعد ساعتين ثلاثه وراح لوحده يبقى ده معناه انه عنده حصاوه في المراره الحصاوه في المراره دي انتقلت في القناه المراريه مع العصاره الصفراويه اول ما الحصوه دي اللي هي كانت في المراره ده تدخل القناه المراريه يحصل المغص المراري فاول ما يحصل المغص المراري يبتدي المغص المراري لغايه ما 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 الحصوه تعدي في القناه المراريه وتنزل في المعده اول ما بتنزل في المعده يبقى خلاص راحت يبقى ليها علاقه بالاكل الاكل الدهني وليها علاقه للمغص المراري واوقات كمان بيسمع خل... <applause> في الكتف no لا لو لو حصل بقى ان حصل في يعني <تكلم> costumes, <Luana> التهاب في المراره نفسها لان احيانا زياده الاضطرابات بتاعه المراره يحصل حاجه مرض اسمه او التهاب في المراره نفسها التهاب في المراره يبقى عنده الم شديد خالص في الناحيه اليمين ويسمع عشان هي موجوده تحت الحجاب الحاجز فممكن تلزق في الحجاب الحاجز تعمل اضطرابات في الحجاب الحاجز الحجاب الحجاب الحاجز ليه نفس العصب اللي موصل للناحية اليمين للشولدر اليمين فيقول لا ده أنا عندي ألم في الناحية اليمين في البطن موصل مسمع في الرايت شولدر لأن لا ده التغذية بتاعت العصب نفسه هو هو فأول ما بحط أنا أعمل إجزامينيشن للعيان وأحط ألاقي فيه ألم هنا أبتدي أشك أن كمان مش بس عنده حصاوي في المراره لكن عنده التهاب في المراره اللي احنا بنسميها كوليسيستيتس او التهاب في المكان ده اللي هو حافظ العصاره الصفراويه. وحاجه زي كده تقريبا نص الشعب عنده حاجه زي كده وبنطنشها وبنسيبها بس مشكلتها لما بتتساب اوقات الحصوات بتعدي وبتعمل انسداد واوقات تعمل التهاب في البنكرياس كمان. يعني احنا بنقول اي احنا بنقول فيري كومن ريسك فاكتورز للحاجات الحصوات دي ان الانسان يكون زياده في الوزن ان بياكل دهنيات كثيرا تكون برضه في الستات اكتر من الرجاله الناس المدخنين بيبقى عندهم حصوات اكتر من الناس من غير مدخنين اوكي فبنقول سونر اور ليتر هنعملها هنعمل العمليه دي اوكي اه ف لو لو احنا عملناها بسهوله من غير اي مشاكل اوكي احسن لي انا كجراح غير لما يكون في مشاكل، اوكي؟ يعني انا لو عندي التهاب شديد في في المراره، اوكي؟ واستنيت عليها سنين وسنين وسنين وسنين، اوكي؟ العمليه دي هتكون اصعب من العمليه اللي انا عندي حصاوي في المراره وهدخل بالمنظار اشيلها، اوكي؟ نسبة المضاعفات او اللي احنا بنسميها كومبليكيشنز اكتر بكتير لو كانت لو انا استنيت عليها كتير بالظبط كده، لان لان المراره بتبقى ملتهبه، في احتمال ان انا مش بس بالمنظار، مفيش علاج للمراره بالليزر دي 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 الحاجه اللي هم بيفكروا فيها كتير في مصر، ولكن انا عايز اعالج بالليزر، اوكي؟ ما فيش حاجه اسمها بالليزر، اوكي؟ لان احنا مش بنقدر نفتت الحصاوي بتاعة المرارة، اوكي؟ لأن الحصاوي بتاعة المرارة دي عاملين زي اللبان، اوكي؟ لان كلهم دهنيات عامله زي اللبانه كده، غير الحصاوي بتاعة الكلى، يعني الحصاوي بتاعة الكلى نقدر نفتتها. بالليزر اوكي okay. لكن الحصاوه بتاعه المث... بتاعه الجول بلادر اللي هي ال... ال... المراره ما بنقدرش نفتتها اوكي okay. لو حصل لنا التهاب الجراح يقول انا في احتمال خالص ان نفتح اوكي okay. لان احيانا مع الالتهاب الشديد يحصل التصاقات اوكي والتصاقات يبقى صعب خالص للجراح ان هو يشيلها باللي فيها ما عندناش علاج يدوب الحصاوي برضو انا ما سمعتش عنه لسه لغايه دلوقتي اوكي okay. كل اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بندخل بالمنظار نشيل المراره بالحصاوي اللي فيها اوكي طب يقول الناس كتير غلط بتسالني انا اقدر اعيش من غير مراره اه تقدر تعيش من غير مراره لان المراره وظيفتها تخزين العصارة الصفراوية، أنا هخلي العصارة الصفراوية تنزل على طول بصفة مستمرة من الكبد عن طريق القناة المرارية للمعدة سواء أكلت دهنيات أو ما أكلتش دهنيات، أوكي؟ وساعتها نقول لهم الله يخليكم بطلوا تاكلوا دهنيات بعد العملية بالذات، لأنك مجرد إنك تاكل أكلة دهنية بعد العملية بيبقى صعب إن إحنا نهضمها بسهولة، أوكي؟ فكل ما بنسيبها فترات طويلة، كل ما تحصل لها التهابات أكتر، العملية تبقى أصعب شوية والمضاعف مضاعفات بتاعة العملية بتبقى أصعب شوية. فكل... زي اي حاجه لما بنلحقها بدري بنمنع المشاكل المهمه تحصل منها ثالث آه، اشهر وجع آه، آه، المريض ممكن يعاني منه هو وجع الكلى وده آه زي ما هنشوف كده عندنا في الصور انه قد ايه المكان بتاعه بيبقى معروف آه مشهور قوي انه يبقى في الجنب بيسمع في الظهر واوقات بيسمع آه في الحوض كمان تمام فالالم بتاع الكلى بيبقى سببه عاده يعني حصوي في الكلى او التهاب في الكلى وده اكيد طبعا بنشوفه كتير جدا حضرتك بنشوفه في العياده وبنشوفه في المستشفيات كمان تقول لنا ايه عليه على وجع الكلى؟ طيب. تمام فاحنا بنقول بنعرف ازاي ورق يعني من ضمن الحاجات اللي بتعمل مغص اوكي هي الكلى اوكي يبقى اي حاجه تمر في قناه بتعمل لي مغص اوكي فلو الحصوه بتاعت المراره مرت في القناه المراريه تعمل لي مغص مراري لو الحصوه بتاعت الكلى مرت في الحالب تعمل لي مغص كلوي اوكي لو عندي حصوه موجوده في الكلى زي ما احنا شايفين الكلى كده وموجوده فيها وقاعده في الكلى ما تعمليش اي الم ما فيش اي الم يحصل الالم بيحصل بس لما الحصوه بتاعت الكلى بتعدي من الكلى لل الحالب أوكي، okay. أول ما بتعدي في الحالب وتبتدي تنزل، okay. يبتدي يحصل المغص الكلوي، أوكي، okay. المغص الكلوي بيبقى عامة في الظهر، أوكي، okay. وبياخد بينزل لتحت ناحية الحوض، وبيطلع من من ورا لقدام، okay. لأن بعد كده الحصوة دي بتنزل من الحالب للمثانة، أوكي، okay. أول ما بتنزل المثانة خلاص ما فيش مشكله يبقى في مغص مغص كلوي بعد كده ممكن يكون في دم في البول اوكي يعني مش بس مغص وألم يعني المغص الكلوي مؤلم جدا الحقيقه اوكي بيقعد فتره طويله اكتر من المغص المراري لان الحالب اطول شويه من القناه المراريه احيانا يقعد 3 4 5 ساعات لغايه ما ينتهي المغص الكلوي ده وبيجي للانسان بالم شديد جدا واي حد بيجي له الم شديد يحصل له ترجيع فمجرد ان الحصوه تبتدي تنزل في الحالب الانسان بيجي له المغص الكلوي ويحصل يرجع لغايه ما الحصوه دي تنزل طبعا بعد كده هنقول لو الحصوه كبيره هتسد الحالب فاول ما تسد الحالب البول يتجمع لان البول بيتجمع من الكلى عايز ينزل المثانه، دلوقتي انا ما عنديش طريق ينزل البول فالكلى تكبر فبيحصل مرض اسمه هيدرونيفروزيس، اوكي؟ هيدرو يوريتر هيدرو اول ما بتكبر تعمل لي الم كبير وتقل كتير خالص في الجنب اللي هي كبرت فيه، أوكي؟ لغايه ما الحصوه دي تنزل، اوكي؟ فلو كانت 5 ملم احنا بنقول بن بنعمل اشعه مقطعيه الاشعه المقطعيه بتقول لنا ان في حصوه الحصوه اللي اكتر من 5 ملم بيبقى صعب نزولها في الحالب لو هي اقل من 5 ملم بنقول معلش طب استنى اصبر شويه خد ده ادويه للالم اشرب سوائل كتير لغايه ما الحصوه دي تنزل غير التهاب الكلى التهاب الكلى عامة بيحصل من التهاب المثانة، اوكي؟ يعني لما يكون عندي التهاب في المثانة شديد، اوكي؟ يدخل على الكلى وبكتيريا في المثانة تدخل على الكلى تعمل لي حاجة اسمها بايلونفرايتس، اوكي؟ يعني التهاب في الكلى، التهاب في الغشاء المبطن للكلى نتيجة البكتيريا الموجودة في المثانة اللي هي انتقلت عن طريق الحالب للكلى، اوكي؟ فدي لازم تسبقها اعراض التهاب البول اوكي okay. اللي بتبقى غالبا مع الستات يبقى في حرقان في البول نعايز عايز تدخل الحمام كتير يبقى في صعوبه انها تنزل البول في الم في تنزيل البول في صديد في البول في تغيير في شكل البول وكل في دم في البول وبعد بعد كده بعد بيومين ثلاثه يبتدي الم في الكلى اوكي okay. وده بيبقى نتيجه التهاب في الكلى اللي احنا بنسميها بايلونفرايتس اول ما يحصل التهاب الكلى بيبقى غالبا في حراره عاليه اوكي okay. بيحصل حراره عاليه ولازم نعالجهم كويس ودي حاجه من الحاجات برده اللي ما يفعش نستنى عليها يعني طبعاً. انا لازم اشوف الاخصائي بتاع ديورولوجي او اروح المستشفى لو الالم شديد لانه بيعملوا فحوصات و, و... وأشعة مقطعية ونعرف المشكلة فين والحصوة و... قد إيه بحيث أنه ما نوصلش للمرحلة دي وكمان ما يبتديش يأثر على وظيفة الكلى نفسها تمام وال... والإنفكشن اللي هتحصل بعد كده وال... والسخونة وكل اللي احنا اتكلمنا عليه تمام ده. يا. ف... فزي أي حاجة يا جماعة لازم نلحقها بسرعة ما نستناش ما نستناش لما ال... ال... الواحد يوصل لانه ممكن احنا بنشوفها كتير في المستشفى ان هي بتبتدي بحصوه يبتدي بعد كده يحصل التهاب في الكلى يحصل انفكشن وبعد كده يجي العيان بقى بسخونه ضغط واطي اللي احنا بنسميها سيبسز او اللي هو تسمم في الدم اوقات كتير بيبقى سببه اساسا حاجه زي كده فكل ما تتلحق بدري كل ما يبقى احسن تمام والحصوه اصلا بتحصل من عدم شرب الميه اوكي في في ناس طبعا بيصنعوا الحصاوي كده لان عندهم مشكله في الكلى بتصنع حصاوي كتير لكن عدم شرب الميه هو الاساس في تكوين الرمل ده احنا بنسميه رمل الاول والرمل بيتجمع مع بعضه يعمل حصوه الحصوه بتاعه الكلى كالسيوم نوع من انواعها كالسيوم فعشان كده نقدر زي الرك كده زي الصخره عشان كده نقدر نفتتها من بره بالليزر فلو انا بشرب ميه كتير في ناس كتيره من عيانين بتوعتي يقولوا لي احنا مش بنحب الميه اوكي okay. مش بنحب طعم الميه اوكي okay. معلش احنا بنغير طعم الميه بحاجات تانية okay. لو انت مش بتحب طعم الميه ممكن تحط شويه فراوله عليهم شويه اناناس شويه خيار شويه نعناع بحيث ان الطعم يتغير وتقدر تشرب على الاقل 2 لترز داي اوكي 2 لترز افري داي اوف واتر مش شاي ما بنحسبش الشاي والقهوه والحاجات والكوكولا والصودا والحاجات اللي زي كده يقول لك انا اللي بتعمل اصلا حساوه، اوكي؟ لكن البيور واتر دي اهم حاجه ان احنا ايه ان هي تمنع الحساوه من ان هي تتكون. بالظبط كده، واي حاجه نمنع ان هي تحصل احسن بكتير ما نستنى لما تبقى المشكله موجوده. تمام آ... في كمان احنا عارفين وجع الزايده is كل الناس بتخاف منه واي وجع يقول هو ايه ده هو ده الأحسن تكون دي الزايده الزايده يا جماعه في الناحيه اليمين مش في الناحيه الشمال لان اوقات كتير بتبقى فيه لخبطه في الموضوع ده طبعا الم الزايده ده بيبقى زي ما بنشوف كده احنا حاطين لها صوره نوريكم ازاي فين هي بالظبط الزايده وطبعا دي حاجه ما تستناش لو في وجع في المنطقه دي تمام يعني احنا احنا بنقول المصران الاعور او الزايده اللي احنا بنسميها بالعرب المصران الاعور واللي هي نهايه بدايه القولون هي عباره عن انبوبه لها فتحه واحده بس اوكي فالانبوبه دي احيانا بتتسد اوكي فاول سبب رئيسي لالتهاب الزايده انها بتتسد فاول ما بتتسد بيحصل لها التهاب فاول ما يحصل التهاب ممكن تنفجر لان ملهاش مخرج تاني وساعتها يبقى العملية بتاعتها اصعب من ان هي تتعمل بسهولة فالناحية اليمين اخر البطن من في المربع الاخير الناحية اليمين يعني نقول 99% الالم بتاعها بيجي الناحية اليمين بس انا شفت حالات الالم بتاعها بيجي ناحيه الشمال <applause> ما يبقى احيانا في بعض الناس الالم بيسمع في الناحيه الشمال برضو <applause> لكن فيري سهله التشخيص خالص اوكي <applause> لان الالم بيبقى موجود واول ما بيبقى موجود بيزيد كل شويه <applause> لان الحاجه مقفوله وكل شويه بيحصل فيه الم شديد خالص وانا قلت لما بيبقى فيه الم يبقى فيه ترجيع فالالم من الناحيه اليمين ابتدى يزيد احيانا يبقى معاه حراره واحيانا يبقى معاه ترجيع يبقى اول ما يجيني العياده على طول احط ايدي على الناحيه اليمين الاقي ان في الم شديد خالص والعيان بيصرخ اقول له دي زايده لازم تروح تعمل العمليه وساعتها لازم نتدخل جراحيا بسرعه لو هي لو هي زايده مقفوله لسه عمليتها سهلة خالص بندخل برضو بالمنظار نشيلها والعيان يطلع في نفس اليوم غير لما نستنى وتنفجر لان لو استنينا وتنفجر محتاجين ندخل العيان ونديله مضادات حيوية وبعد كده نعمل العملية وبعد كده نخليه على مضادات حيوية تاني يعني. لان الانفجار ده معناها ان في جزء من البراز دخل الكافيتي الابداع من الكافيتي اوكي فساعتها يعمل التهاب الغشاء البريتوني اوكي اللي احنا بنسميها بيريتونيتس اوكي واحيانا بنعمل درين اوكي عينا نحط حاجه عشان تدخل تطلع الصديد اللي موجود جوه البطن لبره اوكي فنحط اللي بنسميه عويل كده اوكي بحيث ان هو يطلع المواد السامه دي لبره اوكي ويقعد العيان على الاقل يومين ثلاثه في المستشفى اوكي فكل ما نلحقها بسرعه كل ما يكون احسن طبعا لانه زي ما حضرتك قلت لا ده موضوع ساعتها بقى علاجه بيطول مش مضمون انه العيان يعدي منها ولا لا لانه على حسب الانفكشن حصلت قد ايه واديله قد ايه سايبها أه فطبعا عشان كده احنا بنحاول انه اي اعراض زي كده تاخدوا بالكم منها وتبقى تبقى منتبه دي ايه؟ مه. ايه اللي يستنى لما اروح للدكتور بتاعي وايه اللي ما يستناش اجري بيه على المستشفى. تمام في نوع تاني كمان من الألم بيبقى الناحية التانية من ناحية الشمال من تحت في البطن ودي اللي احنا بنسميها diverticulosis شوية الـ هنا الاكسبريشن ده مشهور ان الدكتور يقولي انت عندك diverticulosis او diverticulitis دي بالعربي بنبقى مش فاهمينها قوي فاحنا ممكن هنوريكم صوره شكلها ايه الدايفرتيكولوسس او الدايفرتيكولايتس دي وهنشرح لكم ايه هي لانه انا متخيله انه اكيد بتسمعها كتير وتبقى مش عارف هو قصده ايه هو انا ايه اللي عندي في القولون. تمام <applause> فاحنا بنقول القولون عباره عن زوائد ورا بعضيها اوكي احيانا بيبقى في ضعف في العضله بتاعه القولون نفسه اوكي نتيجه الضعف ده في العضله بتاعت القولون بيعمل اكياس خارجيه ودي اللي احنا بنسميها دايفيرتيكولوسيس اوكي عباره عن تجمع او كيس خارجي للقولون غير البوليبس لان احنا برضو احيانا دلوقتي بنعمل منظار للقولون فنسمع بوليبس بوليبس زوائد داخليه يبقى زوائد اصلا جايه من الغشاء المبطل للقولون داخلي اوكي okay. وبيشيلها الدكتور وهو داخل يعمل منظار لكن الدايفرتيكولوز بيبقى كل القولون عباره عن باوتش زي جيوب او كي جيوب مليان جيوب اوكي الفيري كومن ان هو بيبقى موجود في الحته اللي هي قبل ما فتحه الشرج اوكي okay. اللي احنا بنسميها السيجمويد كولن اوكي بس ممكن يكون في كل حته واحيانا يبقى في كل القولون اوكي okay. تخيلي البوتشز دي بتيجي من اللحمه الحمراء الكتير احيانا كتيره، اوكي؟ يعني احيانا لما بناكل لحمه حمراء كتير يحصل لنا دايفرتيكولوسيس كتير. المشكله بتاعتهم والامساك كمان اه طبعا والإمساك, والامساك المستمر يعني yeah. مش اللي هو مره لا اللي هو لو حد عنده كرونيك بقى والموضوع مستمر عنده امساك ده بيعرضه ان هو يبتدي يكون الجيوب اللي احنا بالظبط كده، اوكي؟ زي ما احنا بنقول زي ما الزايده بتتسد الدايفيرتيكولوس برضه بتتسد وتعمل لنا مرض اسمه دايفيرتيكولايتيس اوكي يبقى التهاب في في الساك دي اوكي التهاب في الجيب ده اوكي لانها بتتسد يعني الناس اللي عندهم دايفرتيكولوس نقول لهم الله يخليكم ما تاكلوش جوافه اوكي لان لو كلت جوافه فيها بذور البذور دي بتدخل في احيانا في الدايفرتيكولوس تسدها وتعمل لي التهاب اوكي لدرجه ان ممكن لو حصل التهاب في الدايفرتيكولوس واحده منهم تفرقع وبرضه تعمل نفس القصه بتاعت الزايده اوكي لان البراز بينزل في البريتينيال كافيتي يعمل لي حاجه اسمها بيريتونيتس اوكي فاحنا بنقول للناس اللي عندهم دايفرتيكولوس الله يخليك ما تاكلوش لحمه حمراء كتير اوكي وحاولوا قدر الامكان تاكلوا فايبرز كتير اوكي خضار كتير حاجه خضرة كتير اوكي لان الفايبرز بيخلي البراز سهل ان هو ينزل من غير ما يدخل جوه الباوتشز دي ويتجمع هناك ويعمل لي مشكله في الالتهاب لان انا مش عايز كل شويه يحصل لي دايفرتيكولايتس مش عايز كل شويه يحصل لي التهاب في الدايفرتيكولوسس لان زي ما قلت ممكن تؤدي الى انفجار واحده منهم ومش بس بيكون وجع في الناحيه الشمال لكن اوقات كمان بيكون في دم في البراز بيطلع من بسبب الجيوب دي او اللي احنا بنسميها الدايفرتيكولوسس دي بيخلي في دم بينزل في في البراز وممكن دي تبقى العلامه الوحيده انه فجاه بيلاقي لون البراز متغير وعشان كده حاجه زي كده طبعا نحاول نمنعها بس لو اوريدي حصلت انا محتاج اشوف الدكتور بتاعي او وهيحولني على اخصائي جهاز هضمي عشان بعدين يعمل كولونوسكوبي او اللي احنا بنسميه منظار yeah. احنا بنقول لو شفنا دم مع اي حاجه في البراز اوكي okay, لازم كولونوسكوبي لازم منظار يعني احنا عندنا في العالم العربي بيخافوا من المناظير ما اعرفش ليه بيخافوا لحسن يحصل لهم التهاب بسبب المنظار لك انا مش عارف هو نظيف ولا مش نظيف اوكي وانا ايه اللي هيدخله حاجه فيا كده وانا مش عارفها اوكي لا احنا بنعمله نظيف خالص هنا وبنعمله معقم كويس خالص اوكي بنعمل 10 15 واحد في اليوم لناس كتيره خالص اوكي ودي الحاجه الوحيده اللي بتشخص لي دايفرتيكولوزيس كويس اوكي والحاجه الوحيده اللي بتشل البالبس يعني برضو زي ما قلنا في مره من المرات على القسطره انها بتعالج بتشخص وبتعالج المنظار بيشخص ويعالج برضو لان يعني بيدخل يشوف في ايه جوه وفي نفس الوقت لو في زوائد لحميه اللي هي بنسميها بالبس يشيلها ولما يشيلها بيبعتها للمنز... لل... 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 للميكروسكوب عشان نشوفها فممكن تكون الزوائد دي اللي احنا بنسميها بري كانسرس اوكي ممكن تتحول لو احنا سبناها لسرطان في القولون فاحسن ان احنا نشيلها اوكي okay؟ يبقى ساعتها نعمل منظار كل سنه ونشيل الزوائد دي كل سنه قبل ما تتحول واحده منهم لسرطان في القولون فاي حاجه يبقى اي دم في البراز لازم منظار لازم كولونوسكوبي وطبعا آه... كل احنا اتكلمنا على انواع مختلفة من الم البطن كل واحدة من دول ليها ال التشخيص بتاعها ليها اه انه هيتعمل لي اشعة مقطعية لا دي على حسب السبب يعني اه بيتعمل لا اه سونار بيتعمل اه كولونوسكوبي او منظار زي ما احنا قلنا وبناء على التشخيص ده بنعرف المشكلة جاية منين والدكتور بتاعي بيعرف اه يحولني على الاخصائي ال في في المشكله اللي عندي او يعالجها لي لو هي لو هي حاجه بسيطه مم. وطبعا في اوقات بضطر اروح المستشفى لو في تمام. لو في مشكله زي كده وده ياخدنا على الريد فلاجز لان احنا اتعودنا معاكم ان احنا نتكلم عن الريد فلاجز او العلامات الخطر لكل حاجه مم. عشان تبقى عارف ايه اللي يستنى وايه اللي ما يستناش مم. ايه الريد فلاجز في الم البطن او الـ الـ لو انا عندي الم في اي حته بقى ايه ايه العلامات المصاحبه ليها اللي تخليني اعرف ان لا ده مش الم عادي ده مش مغص عادي ما استناش تمام يعني يمكن قبل ما ندخل في الريد فلاكس طبعا من التشخيص من الحاجات التشخيصيه البدائيه في الحاجات زي كده لما يكون عندي الم في البطن ان احنا نروح نشوف الدكتور اوكي يعني ده مهم جدا ان احنا بناخد نشوف بالظبط الالم فين بالظبط اوكي ولو كان في مشاكل في... في الم في حته معينه بنقول بالظبط احنا محتاجين اشعه مقطعيه ولا اشعه تلفزيونيه في حاجات بتظهر في الاشعه التلفزيونيه زي المراره سهله خالص اوكي لكن في حاجات ما بتظهرش في الاشعه التلفزيونيه زي القولون زي المعدة، اوكي؟ لازم يبقى نعمل أشعة مقطعية ساعتها، اوكي؟ يبقى من ضمن الحاجات بناخد ال... بناخد ال... نشوف ال... نعمل اكزامينشنز، نشوف نفحص المريض، اوكي؟ بعد كده ناخد دم، اوكي؟ نشوف إن كان عنده بكتيريا حلزونية ولا لأ، اوكي؟ بعد ناخد تحليل براز، اوكي؟ براز نشوف أي بكتيريا، إن كانت بكتيريا على حلزونية أو أي حاجة تاني ممكن تسبب له المشكلة دي وبعد كده نفرق نشوف نقول هنعمل الترا ساوند ولا هنعمل كات سكان؟ according حسب الالم اللي هو يكون عنده، اوكي؟ لكن بعد ما عرفنا التشخيص في حاجات اللي هي بنقول عليها الريد فلاجز، يعني لو موجوده الله يخليك ما تستناش، رقم واحد، اوكي؟ لو انا برجع دم، اوكي؟ لو انا من الترجيع رجعت دم، يبقى اي دم بيظهر مع الترجيع او مع البراز دي حاجه ده ريد فلاج، اوكي؟ يعني معظمهم بيبقوا كويسين يعني حاجه تنتهي بحاجه كويسه ما فيش مشكله لكن على الاقل انا كطبيب احب اشخص اوكي علشان ما يبقاش في حاجه خطيره انا بسيبها اوكي الترجيع المستمر بصفه مستمره يدخلني الحاله اسمها دي اوكي يخليني جفاف الجفاف مع الناس الكبار يؤدي على فشل كلوي فلو انا مستمر في الترجيع بصفه مستمره برضه دي از ريد فلاج انا محتاج ان انا اشوف بالضبط عندي ايه اوكي رقم ثلاثه لو انا عندي حراره عاليه مش بتنزل بسهوله اوكي ده برضه وعندي الم في البطن دي حاجه مشكله اوكي okay. دي لازم أ... 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 اول سيك ميديكال اتنشن انا محتاج ان انا اشوف دكتوري بسرعه او اروح الامرجنسي روم لو انا ما دخلتش الحمام اكتر من يومين مثلا اوكي okay. 48 ساعه اوكي okay. لو انا ما حصليش جازز يعني عدم دخول الحمام براز تقريبا لكن لو انا اي باس جازز اوكي في فتره طويله وعندي الم في بطني اوكي okay. مع الناس الكبار بالذات دي حاجه خطيره جدا محتاج ان انا اهتم بيها من ضمن الحاجات اللي احنا بنسميها سكيميك اوكي يبقى في الجلطه دي بتروح فاحنا قلنا في حلقه من الحلقات على موضوع الجلطات احيانا الجلطه دي بتروح للشريان الموصل للمصارين اوكي ودي تعمل لي حاجه اسمها اسكيميك اوكي فانا لو انا اي ديدنت باس جاز فور ا اوكي محتاج ان انا اروح لدكتوري بسرعه اوكي لان ده معناها ان المصارين بتاعتي مش شغاله في حاجه مش مشغلاها اوكي اما يكون في التهاب شديد مش مشغلها اوكي او في جزء مش شغال في النص مش مخلي كل حاجه تشتغل في المصارين بتاعتي اوكي لو عندي مغص كلوي شديد خالص اوكي وفي دم في البول محتاج ان انا اول سيك ميديكال ريلي كويك لو انا عندي مغص مراري وصفره في نفس الوقت لو انا عندي مغص في المراره وعنايه ابتدى اللون هيكون اصفر أوكي. يبقى ده معناها ان الحصوه بتاعه المراره قفلة القناة المرارية لدرجة أن العصارة الصفراوية ابتدت تزيد في الدم وعملت لي صفرة يبقى أي صفار في عينيا مع ألم مراري أو مغص مراري محتاج على طول إن أنا أروح شوف دكتور رايد واي أوكي أحيانا الألم بتاع المعدة بالذات لو هو استمر فترات طويلة وأنه هو ما راحش بالأدوية بتاعة المعدة يكون سببه البنكرياس يكون سببه ان يكون عندي مشكله في البنكرياس نفسه اوكي الحصاوي دي احيانا بتروح للبنكرياس تعمل حاجه اسمها بنكرياتايتس اوكي او يبقى في ورم في البنكرياس والورم ده احيانا يضغط على المراره ويعمل لي صفرا برضو اي لون اصفر في عينيا اوكي محتاج ان انا اروح للدكتور على طول حراره ترجيع مستمر اوكي حصل لي جفاف اوكي دم من فوق او دم من, من تحت اوكي او عنايه ابتدت تتحول لون اصفر لازم او حراره مستمره فيبر مستمره لازم اروح لدكتوري رايد يعني يا دكتور حضرتك لخصتها لنا باسهل طريقه واسرع طريقه بحيث كده انت مالكش حجه لو عندك اي مشكله من دول او لاحظت اي اعراض من دي سواء عليك او على اي حد معاك في البيت او حد كبير في السن دي علامات بنقولها لك انك تاخد بالك وانه تجري بيه على الدكتور او على المستشفى لو الموضوع حصل فجاه او لاحظنا دم زي ما احنا بنقول تمام. ان دي حاجه ما تستناش نصايح بقى بسرعه اوكي قبل ما نمشي <applause> فالنصايح بقدر الامكان ما ناكلش اكل حراق كتير اوكي علشان المعده بتاعتنا نبطل تدخين اوكي نحاول بقدر الامكان نشرب ميه كتير عشان الحصاوي بتاعت الكلى اوكي نحاول نخس علشان الزياده في الوزن ناكل فايبر كتير ناكل حاجات خضار كتير وفاكهه كتير نقلل من اللحمه الحمراء والفرايد فود دكتور يوسف بشاي يعني بجد بنشكرك دي معلومات قيمه جدا وحضرتك دايما بتحاول في كل حلقه انه تعلم الناس ازاي ايه اللي يمنعوه وايه اللي نغيره في اسلوب حياتنا بحيث ما نضطرش ان احنا نوصل لحاجات زي كده بنشكرك جدا يا دكتور يوسف بشاي اخصائي فاميلي ميديسن واستنونا الحلقه الجايه بموضوع جديد